اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه عبد الكريم الفالح وعبد الله ونايف العنزي مضيفا حلقه الليله. التقرير التالي يتحدث عن ياسر القحطاني والدوري الاماراتي. قالوا بأن مستواه تراجع كثيرا، وتحدثوا بأن احترافه في الدوري الإماراتي فرصة جيدة لاستعادة وهجه، وكتبوا بأن الهلال هو المستفيد الأكبر من انتقال ياسر للعين الإماراتي. غاب ياسر عن الهلال، فغاب الدوري عن أدراجهم، وتواجد القناص مع العين الإماراتي فحقق زعيم الإمارات لقب الدوري. وبين زعيم وزعيم، ياسر هو كلمة السر الأقوى. أثبت دون نقاش أنه مختلف، وأكد من غير شك أنه قناص، والحسم دائما يأتي بأقدام أمثالك يا ياسر. شاهدت هدفه في مرمى الجزيرة مرة ومرتين وثلاث وأكثر وأكثر، فظللت أردد: الأخضر ما زال بحاجة القناص. تغلب على الضغوط وانتصر على الأقاويل الجماهيرية، وألجم ضعفاء النفوس الذين ما زالوا يصطادون في الماء العكر. مهاجم لن تنساه الملاعب، وهداف سطر اسمه في التاريخ كأول لاعب سعودي يحقق لقب الدوري مع فريق غير سعودي. ياسر القحطاني لاعب استثنائي، أينما يحل تحل معه البطولات، وأينما يتواجد يكون مكسبا كبيرا للفريق الذي يلعب لصالحه. وكم من مدرب يشاهده ويقول: ليت لي مهاجم يمتلك ولو نصف ما يملك ياسر. مسفر الخثعمي، كرة. مهيا ياسر قحطاني. تركي، لا شك انه ياسر قحطاني لاعب موهوب وهداف، يعني شفنا أكد أنه هداف في الهلال، في المنتخب، في العين. والهداف عملة نادرة، يبحث عنها كل الفرق، تبحث عنها كل الفرق والمنتخبات. يمكن ياسر تراجع مستواه في فترة معينة ولظروف معينة، وأصبح في احتياط المنتخب، وهذا يؤثر عليه أكيد نفسيا. وسعى، وهذه عملية نقطة نادرة، وعملية ذكية من ياسر، أنه يغير الجو، يمكن يتغير نفسيته ويتغير كلاعب. صحيح. ويعود كما هو موهوب وهداف، وهذا ما حصل في العين. أصبح الهداف وكان السبب، وقدم مستوى، وقدم مستوى وكان السبب في تحقيقهم للبطولة. عبد الله، ياسر بدأ نجم، تراجع مستواه. النقطة الأهم اللي يعني يجب أن يعني نكون أنها تحسب لإدارة الهلال، انتقاله للعين لإعادة ياسر من جديد. طبعا أنا ضد أن مثلا مؤامرات ولا محاولة إبعاد ياسر ولا من الأمور ذي، أو أنه يرد على منتقديه. هو ياسر استطاع أن يعالج نفسه بنفسه، بحيث أنه يستطيع أن يعيد توهجه من جديد. لا شك حينما يكون اللاعب، يعني هذا ديدن كل اللاعبين، حينما ينخفض مستواك لابد أن تواجه انتقادات، وحينما تعود لابد أن تواجه إشادات. ياسر استطاع أن يعيد نفسه من خلال انتقال العين. الاثنين استفادوا، الهلال من خلال الفكرة الصائبة رغم الضغوط الجماهيرية، أو رغم التأويلات اللي بأن في أشخاص ضد بقاء ياسر، بينما هي الصح ما فعله نادي الهلال. الآن ياسر يعود نجم، في صالح ياسر وفي صالح نادي الهلال. أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيك العافية. وهي شكرا جزيلا، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا. فاصل، بعد الفاصل نعود. راح يكون معنا بعد الفاصل في فقرة للتوضيح فقط المعلق الإماراتي الشهير عدنان حمد، وسنفتح معه كل المواضيع التي حدثت مؤخرا. فاصل ثم نعود.